تمكنت مصالح أمن أولي الجزائر متمثلة في المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وأمن المقاطعة الإدارية باب الوات من توقيف جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و63 سنة، ينشطون تحت غطاء جماعة ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الوادي بالعاصمة. هذه الجمعية الثقافية المزعومة استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وكذا في إنتاج منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك. هذه العملية مكنت من حجز 677 لافتة منسوخة، 7 وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي، كاميرا رقمية جد متطورة، فيلم وثائقي، 3 أجهزة سكانر و12 طابعة.